منعت سلطات مطار قرطاج الدولي في تونس طائرة عراقية من الإقلاع من المطار بسبب الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية. المسافرون وثقوا بهواتفهم النقالة مشاهد اضطرارهم إلى افتراش الأرض أرض المطار منذ الساعة 1 فجرا ومحاولتهم التواصل مع أمن مطار قرطاج التونسي، الذي أبلغهم بأن سبب عدم إقلاع الطائرة هو امتناع تسديد الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية للجانب التونسي. المفارقة ليست هنا، المفارقة بأن الخطوط الجوية لا تملك مكتبا في المطار، في حين تحدث شهود عيان من داخل المطار من المسافرين العراقيين بأن الطيار المسؤول عن الطائرة طلب جمع مبلغ 3000 دولار للتزود بالوقود، ولكم أن تتخيلوا. دعونا نتابع. طبعا صباح الخير، اليوم أنا بمطار قرطاج الدولي. اليوم المفروض أنه راجعين العراق ساعة بالأربعة، لازم الطيارة على الخطوط الجوية العراقية. تفاجئنا أنه الطيارة تأخرت ساعة كاملة. مثل ما تشوفون هاي الناس كلها قاعدة تنتظر من ساعة بالثنتين تقريبا أو بالوحدة ونص أنه لازم الطيارة تطير ساعة بالأربعة. بالخمسة جانا خبر أنه الطيارة واصلة بس ما بيها بنزين، والطيار يقول لموني 3000 دولار على مود أفول للطيارة ونطلع. يعني هاي وين صايرة؟ بس أرد أعرف يعني بيا خطوط جوية بيا دولة. أشوف هاي الناس، حكيت ويا أمن المطار، حكيت ويا المدير، قلت له ممكن تطلع لايف وياي تحكي لنا عن هذا الموضوع، بس ما حد يقبل يطلع. أشوف الناس منتظرة من الساعة 4، زين ماكو حل وماكو مكتب خطوط جوية عراقية هنا، مرطين الناس ومقعديهم. عجيب، أمور غريب، قضية.